ضابط جزائري يفضح مزودي مرتزقات البوليزاريو بالأسلحة. وفي التفاصيل، في الوقت الذي يتهرب النظام العسكري الجزائري من الإقرار بأنه يقدم الدعم للجبهة الانفصالية بالأسلحة، فضح ضابط جزائري ما تقوم به الجزائر. واعترف ضابط جزائري في مقطع فيديو أن النظام العسكري الجزائري يقدم كل أنواع الأسلحة لتسليح الانفصاليين، ولم يتبقى لهم إلا الطيران. وقال الضابط الجزائري في مقطع فيديو يبدو أنه كان يتحدث مع أحد الصحفيين أن الجزائر قدمت جميع أنواع الأسلحة للبوليزاريو، ولم يبقى لها إلا أن تمدهم بالطيران العسكري. وتهرب الضابط الجزائري من الحديث عن وجود دعم عسكري من قبل النظام الموريتاني بعدما سئل حول ما إذا كان لديه علم حول دعم موريتانيا للبوليزاريو ومساعدتها على تحقيق الانفصال، إذ قال: أنا هنا لست لأشكك في أي أحد، أنا هنا من أجل الحرب وغير ذلك لا يهمني. ومن جهة أخرى، هكذا يتآمر عسكر الجزائر على الشعب ويمهد لحكمه عقودا أخرى. ومن جهة أخرى، الجزائر تخصص ميزانية ضخمة لإبعاد أمريكا عن قضية الصحراء المغربية. وفي التفاصيل، تواصل الجزائر صرف ملايين الدولارات في دعمها لجبهة البوليزاريو الانفصالية على حساب مصالح شعبها واقتصادها الوطني. فقد كشفت تقارير دولية أن النظام الجزائري يعول على لوبي أمريكي يعمل لحسابه من أجل دفع الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن موقف دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بالداخل. وأوضحت صحيفة جون أفريك أنه عندما جددت الجزائر تعاقدها مع جماعات الضغط في ماي 2020 بمبلغ يقارب 30 ألف يورو شهرياً، لم يكن عنصر مجموعة الضغط ديفيد كين يعتقد بالتأكيد أن إدارة ترامب ستتدخل بعد بضعة أشهر من ذلك، قراراً ليس في مصلحة زبونه من خلال الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء. وكان ديفيد كين هو الرئيس السابق للاتحاد القومي للأسلحة، هاجم الرئيس دونالد ترامب بقوة بعد إعلانه الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية، ووصف في مقال رأي نشرته واشنطن بوست الأمر بأنه عملية بيع تاريخية. وترى جون أفريك في مقال تحليلي أن قرار ترامب الذي رافقه وعد باستثمارات في المغرب بقيمة 3 مليارات دولار وتسليم معدات عسكرية أمريكية بمليار دولار ناهيك عن الإعلان الدبلوماسي من الرباط بشأن استئناف العلاقات مع إسرائيل يكفي لجعل المملكة المغربية الشريك المميز للولايات المتحدة في شمال إفريقيا. واعتبرت الصحيفة الناطقة بالفرنسية أن القرار الأمريكي يشكل من دون شك خبرا سيئا بالنسبة للجزائر التي يتولى هذا الممارس لخدمات الضغط الأمريكي بالترويج لدورها الإقليمي على مستوى القارة الأمريكية. ويركز عمل ديفيد كين وفق المصدر ذاته على جانبين رئيسيين: إقناع الأمريكيين بأهمية الجزائر في مجال الدفاع وإحباط الضغط المغربي المؤثر في واشنطن وتشويه صورة المملكة. وفي هذا السياق هاجم كين كل من ترامب ومايكل بومبيو وزير الخارجية واتهمهم بعقد صفقة غير أخلاقية ومخزية. ويعتبر موقف الجمهور كين بمثابة قطيعة مع الرئيس دونالد ترامب، وهو بذلك يسير على خطى جون بولتون حليفه الرئيسي في الملف الجزائري ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق المقرب من ديفيد كين،
والذي يخوض صراعاً مع ترامب منذ إقالته في شتنبر 2019. ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أنه على الرغم من أن بولتون لم يكن هو نفسه ممارساً لخدمات الضغط لفائدة الجزائر، فإنه أيد منذ فترة طويلة إجراء استفتاء لتقرير مصير الصحراء، وشارك في تطوير خطة جيمس بيكر الثانية عام 2003 التي نصت على إنشاء سلطة مؤقتة مستقلة في الصحراء. وفي الشأن الجزائري، هكذا يتآمر عسكر الجزائر على الشعب ويمهد لحكمه عقودا أخرى. وفي التفاصيل، النظام الجزائري يكرر نفسه ويمنيها بعقود أخرى من التحكم في خيرات الجارة الشرقية ومصائر العباد بعقد تحالفات في الخفاء من أجل اجترار التفاهة على مطالب الحراك عبر الصفح عن رموزه القديمة من أجل معاودة وضعها في المشهد الجزائري. إذن هي تقوم بتحويل أنظار الشعب الجزائري نحو المغرب وقضيته الوطنية الأولى، مناسبة لتؤتت لعودة رموز العسكر حتى تهدأ الأمور. كل من محمد الأمين مدير المعروف بالجنرال توفيق والجنرال خالد نزار وزير الدفاع السابق لينضم إلى السعيد الشنقريحة الذي يتقاسم معهما كرهه للمغرب. عودة الجنرال تتماشى وعقيدة العسكر في الجزائر الذي لا ينسى أزلامه، لأن الجميع يغرف من نفس الإناء وبنفس القدر، ومن ضبط مخالفا يتم التلويح بمعاقبته بينما هو ينعم في نعيم الريع. والآن في الأمر مصلحة مشتركة، التحكم في البلاد وضمان سكوت العسكر المعارضين بعدما فشل الجيش في تنصيب غير معتل لعبد العزيز بوتفليقة. ندائر الالتفاف على الرئاسة والاستعداد لتنحية عبد المجيد تبون جاءت عبر عودة الجنرالين والتصريح الذي أوردته صحيفة الشرق الأوسط لفاروق قسطنطيني محامي الجنرال توفيق، الذي أكد أنه يوجد خارج أسوار السجن منذ 3 أشهر، والتبرير الذي قدمه هو خضوعه للعلاج في مستشفى عسكري خارجي بعدما انكسر حوضه داخل السجن العسكري. لكن المحامي قال أن الجنرال يقضي فترة نقاهة ويتوقع تنظيم محاكمته في الشهر القادم بعدما انقضت المحكمة العليا الأحكام التي صدرت ضده قبل شهرين، بما يفيد بعودة الملف إلى مجلس الاستئناف العسكري. أليس في هذا كله ما يشي بألاعيب النظام الجزائري؟ أليس فيه ما يحيل على التلدد بمآسي الشعب الجزائري؟ وقد استطاعت جرة قلم أن تجعل التهم الموجهة للجنرالين توفيق وخالد نزار في خبر كان بعدما شاحت الأنظار عنهما، وبدت الحاجة لهما لترتيب اتفاقات جديدة في الكواليس لاعتقال الشعب من جديد وجعله تحت حكم العسكر. فعلا لا جديد، فالتاريخ دائما ما يكرر نفسه في الجزائر، لكن بطريقة كاريكاتورية.